مين بيتجرأ بعز النهار إنه يفوت على القصر بهي السهولة؟ أكيد صار له فترة عم يراقب القصر. الواطي حتى غرفتي فايت عليها. بس يا جماعة، الذهبات شو عرفوا للحرامي إنه محطوطين عند مرت عمي بالغرفة؟ شيلونا من هالقصة، صار اللي صار، سكروا على الموضوع. بكره من الصبح بتروح بتزور عيلة فاروق، فهمت علي؟ ولاده تيتموا كرمال يحمي قصرنا من الزعران. امرك ستي، لا تاكلي هم بالمره، صار لازم امشي. انتبه على كنتنا ليلى ووصل لها سلامي. بيوصل ستي. عدنان، عدنان، بتشكرك كتير على اللي عملته، لولاك كان هلأ علي صار بالسجن. العفو مرت عمي، انت لا تحملي هم، القصة صار بيناتنا. وين بيكون هلأ؟ بس ما يسلم حاله للشرطة. والله بعدت رجال يدوروا عليه، ان شاء الله منلاقي بأسرع وقت. يلا بخاطرك. الله معك. استعجل لك شوي، طول بالك. اي صح، برافو. المصاري مثل ما اتفقنا. ممتاز. هدول الاصليين؟ اي لكان. يلا بخاطرك. الله معك. لازم تساعدينا خالي فاطمة، زهرة لازم تعمل عملية، جسمه ممكن ما يتحمل الولادة أبدا. إذا حدا منهم عرف إنه زهرة هلأ حامل ما بقى تطلق أبدا، لازم ننزل هالجنين فورا. حياة بنتي واقفة عليكي خالي فاطمة، الله يخليكي ساعدينا. صدقني ما كنت متوقعة إنك تطلب إيدي يا أغا. شرف كتير كبير إني كون فرد من عيلة أصيلة مثل عيلتكن، بس الأهم من كل هاد كون زوجة لشخص مثل حضرتك. بيسعدني كون الزوجة اللي أنت اخترتها. أنا ما اخترتك، ستي اختارتك. أنا عم نفذ اللي طلبته مني ستي لورين، مو أكتر. خلصنا. ليكي ليلى، مبين إنك ذكية وبتفهمي، إذا رح تستني مني حب أو اهتمام وتقلبي خلقتك فيني من بعد الزواج، من هلأ لا تدخلي بهي القصة، لأنه أنا ما بحبك ولا تستني مني هالشي. بس أنا بحبك يا آغا، ومع الوقت رح تحبني، وبكل مرة بتتطلع فيها بوشي وبعيوني رح تشوف قدامك زوجة وفية وصديقة لآخر يوم بعمرها. مصلحتك أهم وأغلى عندي من أي شيء، ورح أستنى لآخر يوم بعمري اليوم اللي رح تحبني فيه. لا تحلمي بشي ما بيتحقق، تندمي.
لورين خانم، زهرة أبداً مانا منيحة، من الصبح عم ترجف كأنها قاعدة على قالب تلج خطي، من الاستفراغ رح تطلع روحها، وشها أصفر مثل الليمونة. ما يكون عندها شي مرض خطير لا سمح الله. من وين بده يجيها هذا المرض هلا؟ عم تعمل هيك كرمال تهرب من الشغل. المصايب ما عم بتروح من فوق راسنا ابدا. احكم مع الدكتوره غانم والا بكره رح نجيب زهره كرمال العمليه، وبلا ما نبتلي بشي قصه بعدين كمان. ليش ما اتصلوا لهلأ؟ يا ترى فاطمة تراجعت وخافت تحكي مع ستك لورين يعني؟ لا تقولي هيك، أكيد عم تحاول تقنع. ماني مطمنة. ألو؟ نعم غانم بيك. طيب بكرة أنا عم استنى حضرتكم بالمستشفى. وأنت بخير؟ خلاص بكرة رح يجيبوها؟ إيه الحمد والشكر لك يا ربي. شكراً كتير زينب. العفو. يلا زهرة لازم نرجع نفحصك على الإيكو. تعالي. هدول شو عم يعملوا بالمستشفى؟ بالأصل مين اللي خبرون إنه زهرة رح تعمل عملية؟ خير إن شاء الله. أنتوا شو جابكن لهون؟ مشان زهرة. ما في لزوم للخوف ابدا زهرة، فحص طبيعي وبس. زهرة حبيبتي لا تخافي لأني أنا رح ضل جنبك. هاد فحص عادي يا روحي، ما رح تحسي بشي وما رح تتوجعي أبدا. تفضل آغا. هي خانم؟ جبتوا زهرة لتعمل فحص؟ ايه هيك بدها مرت عمي.